السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل بقصص جديدة واللايك. شكرا لكم. انا أميمة، دابا هادي عام ونص تقريبا باش تزوجت، يلا عندي 21 عام، ساكنة في دار مع ناسي، بقي يلا تزوجت ولكن الصبر ديالي تقاد، ما بقى ليا فين نصبر. عالي راجلي تعرفت عليه في واحد الحفلة ديال الخطوبة ديال بنت خالتي، كان مع الناس اللي معروضين وكان هو مصاحب مع العريس، كان خدام معاه. أول مرة كنشوفو هديك الساعة، في ديك الليلة تبادلنا النظارات، وفي ديك الليلة تبادلنا الأرقام ديال البورتابل، شوفها مني شوفها منه، وغرقني بديك الهضرة الزوينة. في ديك الليلة بالذات كتب ليا ميساج وأنا جالسة في الطبلة في الخطبة مع الناس اللي معروضين، قال لي انتي زوينة بزاف عجبتيني وكتباني حسن من العروسة، بحال ملكني بهذيك الجملة. ملي قالها ليا حسيت براسي كنرفرف. ديك الليلة كان حصل عليا القرض بزاف، عجبني الحال. خطبني عالي، وافقوا عليا دارنا، هو موظف يلا بادي حياته، ماشي بزاف باش خدم. قال لي نسكنو مع دارنا، صبري معايا أميمة شويه بين ما تقاد الامور ونديرو حنا دارنا ونستقروا. الهضره كلها اللي قال لي قبل صباح، حيت هو زواق هذه وعرف كيفاش يوصلها. كان عنده ديك حلاوه اللسان، كي واخا الحاجه تكون خايبه كيزوقها ويقادها ويردها لك زوينه، وعجبني. من غير هادشي كان وسيم بزاف، الملامح ديالو زوينين وكيعرف يهضر الكلام المعسول ديال الرجال اللي ما كيتقاومش. والعيب الوحيد اللي كان في هذيك الزواج كامل هو اني غادي نسكن مع دارو، ولكن جلس انا راه مساله وقت كما قال لي هو، مساله ديال الوقت وصافي. نصبر هذاك العام ولا هذيك العامين بين ما نجمع واحد شويه ونستقر حتى حنايا ونعيشوا بوحدنا. انا في دارنا كنت مفشه، ماما كانت كتقضي كل شيء الشغل ديال الدار، حتى كنفيق انا من النعاس لا لقيت ما يدا كنديرو. موالفة كنفيق حتى لعشرة حتى لحداش، بحالي بحال بزاف ديال البنات اللي كيكونوا عايشين في دارهم. خرجت من القراية حتى سيزيام اني، وخرجت ومن ديك الساعة وانا في الدار كنبقى مقابلة التلفازة ولا شادة البورتابل، كنبقى مع الطلاطة كنفيق حتى لديك العشرة لحداش لافقت. ما كنقدرش نفيق بكري ولا سعادة عندي، وقلتها لعالي، قلت لي عالي انا راه موالفة كنصبح ناعسة. قال لي هو دابا تعودي بشوية بشوية، ماشي مشكل، المهم نجمعو في دار وحده. وهنا يسمحوا لي نقول لكم واحد الحاجه، الراجل في الاول ملي كيكون مصاحب مثلا مع البنت او خاطبها او لا كيعرفها، كيبدا كيزين ليها كل شيء اللي كيقولها لا الا وكيزينها ويقادها. اي حاجه كتقولها لي كيقولها ماشي مشكل ماشي مشكل، المهم نتجمعوا، المهم نكونوا مع بعضياتنا، انتيا على العين والراس. ولكن ملي كتبدا الحياة الزوجية كلشي كيتبدل، راه كيولي كلام اخر وهضرة واحدة اخرى. نهار رجع علي للخدمة من بعد الزواج والعرس وديك الايام الزوينة، ديك 7 ايام تلمشمش راه دغيا كتسالى. ايوا اختكم صباحا ناعسة، جات له ستي كدقدق عليا في الباب، كدقدق بالجهد مع 8:30 تقريبا. وميمة نوضي وميمة نوضي تكلمين امي، وميمة نوضي تكلمين امي، كتقول له تعاود وطق. نط هذاك الشيء كان النهار الاول، نط بزز مني خاسره بالنعاس. مشيت لقيتها جالسه حدا الطبله حاطين صينيه وديال الفطور وداك الشيء، وجالسين هي تقول لي وقولي بعدا غير صباح الخير. ايوا بنيتي أميمة، داك الراجل اللي مصيفطها الخدمه بلا فطور على من عارو. قلت في خاطري الله الله، بداو المشاكل وبدا حشيه الهضره. من داك النهار وليت كندير الغافي، انا نفسي عزيزه ما كنرضاش شي واحد يقول لي شي حاجه. قلت يلا هاد النعاس هذا اللي كنصبح ناعسه بنقص منه، ندير المجهود ديالي ونصبح فايقه. ديك الغافي درتها والله العظيم الا كنت قاتل انا وياها باش نفيق، كنبزز على راسي وكنوض بكري وكنوض وليت كنوجد ليه الفطور قبل ما يخرج حتى يفطر وعادها كيخرج. وهذيك واحد الحاجه اللي عمري ما تخيلت نقدر نديرها، وعلى قبل باش ما نسمعش شي كلمه اخرى بحال هذيك، وعلى قبل
باش تبين ليها اني راه انا مرا ونص، انا راه نط وفطرت راجلي وعاد خرج. بغيت نعيش حياتي هانيه مرتاحه، ولكن ما خلاونيش. راجلي ملي كيخرج كيجي حتى للسد العشيه، كيدوز عندي النهار طويل من 8 الصباح وانا فايقه وانا بوحدي في الدار. لقيت راسي عايشه مع ناس مختلفين عليا، مختلفين في الطباع، مختلفين في العادات ديالنا، داكشي اللي متعودين عليهم ماشي انا اللي تعودت، داكشي اللي تعودت عليه انا في دارنا. دوك الناس فرضوا عليا وانا كنت باغي نتزوج نعيش واحد الحياه اللي هي زوينه مع راجلي. كنقول واخا نصبر، هادشي غير دايز، هادي الكلمه اللي كنصبر بها راسي، كنقول غنصبر بين ما نجمعوا راسنا واحد شويه. ولكن كنشوف راسي مؤخرا ما قدرتش، كنشوف راسي عايشه حياه ماشي ديالي، كان عزيز عليا راسي بزاف، عزيز عليا نتهلا في راسي، ندير الماكياج، شعري نخليه مطلوق، لبس مزيان، لبس المزيار. وليتي الا درت الماكياج كنشوف شوفات ناقصين من هادو السي والويساتي، بحال الا درت شي حاجه اللي خايبه. الا بغيت نلبس غير شي حاجه زوينه الشوفات ديال عدو السي متلين. مقدرتش نتصاحب مع هذيك الانسانه، كنحاول ما امكن اني نتقرب منها، ولكن كنحس بها بحال ما عجبهاش، ما مهضوماش ليها. والواعره، الواعره في هذا الشيء كامل اللي ما تدخلش العقل، وهي اللي بغات تطقني المراره، هي انه نهار الجمعه والسبت والحد كيجيو عندنا بنتها الكبيره وولادها، عندها 4 ديال الاولاد، كتجي من نهار الجمعه كتجي كتغدى بكسكسو كتبقى هذاك مبقى حتى النهار الحد في العشيه، وزوج من هذوك ولادها كتجي معدوستي. نهار الاول من دخلتهم عليا صدماتني، بقيت بحال كنتخيلها راه كتضحك معايا، قالت لي هاكي فرشي ليهم راه غينعسوا معاكم في البيت، حيت الصالون كيعمر ولاد ولدها كيفرشوا ليهم في الارض، والكبار الفوق في السدادر، وباش ما يتزاحموش كتجيبهم ليا. ايوا كتقول بالضحك هي راه ولاد اسماء موالفين كينعسوا في هذا البيت قبل ما تجي لي انت، بحال زعما وصلت لي انا واحد الميساج، وكتم جايبه لي واحد الهراد الخازن بريحه البول شبعانين بول، واحد القلعة ديال ميكا فرشي ليهم. نهار الاول قلت لكم تصدمت، ما كنتش عارفه راهم كل سمانه كيجيو، ما كنتش عارفه راهم كيبولوا كتدخل لهم ليا البيت. بغيت نبخ الدم. ولادها عندهم 5 سنين، وحده عندها 7 سنين، هذيك البنت باقين كيبولوا بزوج بيهم، كيباتوا يشرشروا عليا في البيت، ديك الريحه ديال البول كتقبس، وكيباتوا الواعره لانهم تبارك الله راه كبار كيعرفوا، كيباتوا حاضيننا. واخر الاسبوع اللي راجلي زعما ما خدامش وكنبغيو نلقاو راحتنا ونهضروا على خاطرنا، والراجل زعما مرتاح وغنهضروا ونكونوا على راحتنا، يعني باقيين يلاه عرسان جداد ممنوع علينا، ما كيمشيو حتى لحد في العشيه. ملي عرفتها قلت لراجلي واش كتهضر من نيتك، وعلى الاقل تنحس ولادها حداها، وانا مالي مالي ومال ولادها علاش ينحسوا حدايا انا. قال لي صبري تيمشيو. السيمانه على اختها، السيمانه على اختها كيجيو. نهار طلع لي الدم واحد الجمعه قلت لراجلي هاد الويكاند غنمشي لدارنا حيت جايه خالتي من مراكش، ندوز معاهم هاد اليومين. هو على نيتو قال لي حشومه ماشي نضيف، انت غدا غدا ربي ما غيعجبهاش الحال، اوديش من ضياف، واش هادوك ضياف، هادوك راه هما مريض ترى انا اللي ضايفه. قلت لي واخا ليها لها علاه عجبها الحال، هي راه ولفات فيا الشقاء والطياب والتطراف من نهار جيت، خليها تحس شويه بقيمتي، راه ملي كيجيو وهما جالسين وانا نايضه كنضرب في التماره عليهم، وخاطري مقلقه المشكله كنضرب في التماره وانا ما هانياش ما مرتاحاش، ما حاسبينيش وحده منهم، ما كيتحتوا معايا، ما كيعاودوا لي صرايرهم ما والو، ولا جيت حداهم كيسكتوا. مشيت لدارنا حشمت تنقولها لماما، ملي سولتني كدير الامور كنقول لها الحمد لله الحمد لله بخير، خايبه حتى في التعويذه. رجعت نهار الحد ملي دخلت للبيت كنلقى المضربه موقفينها على الحيط، قلت لعالي هادي مالها، قال لي راه صهيب بال عليها ملي كان ناعس. هاويلي على صهيب بال عليها، تفو على حالها، كرهت عالي وكرهت صهيب وكرهت عدوستي وحتى راسي. صهيب اش ناعسو بلاصتي حتى يبول عليها، بغيت نغوت ما كرهتش ما عرفتش شنو ندير ديك الوقت.
علي كيقول لي هضري غاب شويه غتسمعك امي، هضري غاب شويه وقفتي من صوتك. قلت ليه وتسمع امك وتسمع كاع، كون كتفهم امك صواب كنت راعي لولدها ما تدخلش ليك لبعالك لبيتك النعاس ينعسو معاك. كوني نعسو حدا امهم وتدخلهم نيت يباسو حداها هي في البيت نيت، علاش تجيبهم عندنا حنايا؟ وكون كتفكر ليك نيت ولا راحتك وتخليك تخليك انت ومراتك تدي ولادها تشوف فين غتنعسهم، علاش يجو هما هكا كيفرضوا عنا نفوسهم 3 ايام في السيمانه عباد الله، كتجيب ولادها بصداعها ما كتصرف ما حتى شي حاجه وكتبقى جالسه وانتي نايضه كتشقي عليها والصداع والغوات. وعباد الله راني صابره بزاف وبنادم ما كيقدرش وما كيفهمش هادشي واش كانت يديروه ليا بالعاني ما عرفتش. انا في دارنا كسمح ليا فراسي كنلبس غير الحاجه الغاليه، كنشري اخر ما كاين، نخرج لاحسن البلايص دائما عند العائله في العرادات، دائما فرحانه دائما ضحكه دائما ناشطه. ملي جيت لهنايا وانا منكده، ملي جيت وانا منكده ما كنتصرفش على راحتي، ما كنديرش هذاك الشيء اللي باغاه، كنحس براسي مزيره مرتاحاش مدلوله، كنحس براسي دليت على قبل راجلي. هو راه عنده عادي، راه جالس في دارهم كيما كان في الاول، ولكن انا اللي ما مرتاحاش وليت كنسمعها في ودني وكنسكت، وليت نفيق معاه نبوري نوجد الفطور العرام ببنادم، نوض نجمع البيوت نشطب نجفف وعاد ندور عند العدوزة الكوزينة نعاونها، ومع ذلك ما عجباش الحال. وكتقول لراجلي مرخية بزاف، مراسك مرخية بزاف، دائما ديك الكلمة كتقولها ليه، قالها لي شحال من مره كيقول لي يا اميمه حاولي شويه تكوني مع الوالده هكا واقفه حسك راك تقولي راك مرخيه. هادشي كامل وحاسباني مرخيه. ايوا هذا هو زواجي، يلاه بديتو وعييت كنقول الباز لهذوك البنات اللي تزوجوا وعايشين هادي سنين ومينين مع معايا مع عديزاتهم ومع ناسهم، كنبوظ ليهم وحق الله العظيم الا كنبوظ ليهم. كنحس براسي قلبي عمر، هاد العيشه تفرضات عليا، ما كيحسبنيش انا هادشي كامل كاين. اي بنت غتعيش مع هذا راجلها كنصحها تفكر 1000 مره، راه الاحلام الورديه دغيا كيتسالى، الراجل اللي كيكون كيزوق لك في الهضره وكيبين لك راه كلشي غير الورود في الورود، راه شويه ملي كيدخل معاه المعقول كيسد ليه الفم، وكتولي العدوزه هي اللي كتهضر وهي اللي كتحكم حيت هذيك الهضارها، وكتلقاي حياتك خايبه كتولي خدامه وسخار عليهم. الراجل ما كيجي ما كنشوفو حتى الليل، كيلقاني شبعت فقصة وشبعت عصاب، وحتى ملي كنبغي نهضر معاه مثلا اولا نعاود ليه ولا نفش عليه قلبي كنلقاه عيان جاي شبعان سمانه باغي غير يرتاح، وراه دار هو وسال راه هضر مع صحابو في الخدمه وقايل كيهضر، وهذا كنجي انا بحال كنضر في راسو ديك الساعه، كنبدا انا كنعاود ليه هو كيتكسل هو كيتفوه بحال كيبين لي راه فيه النعاس ديك الساعه وانا مبرزطه. ما لقيتش الراحه نهائيا في هاد العيشه، ندمت بزاف اللي قبلت من النهار الاول اني نزوج واني نعيش في دار ديال عدوستي مع دار ناسي، ندمانه بزاف على هاد العيشه، ومازال كيقول لي صبري صبري، ما عرفتش حتى امتى غادي نصبر، ما عرفتش حتى امتى غادي نصبر. ولكن اللي كنشوف اني صافي عمرت بزاف، هاد القصه كنعاودها بحال كنبوح، بغيت غير نرتاح، هذا واحد البوح مني انا خارج من القلب من القلب. هاد الكلام ما قدرتش نقوله لماما ولا لعائلتي، ما قدرتش نعودو ليهم، كنعودو ليكم وكنصحكم، هذه نصيحه كنقولها لاي بنت لاي مرأة تفكر مزيان، راه الزواج ماشي لعبه ماشي ضحك وماشي داكشي اللي كتسمعيه، راه الفعل راه ماشي هو الهضره. اي والله يفرج عليا وعلى جميع البنات اللي بحالي، الله يفرج علينا الجميع ان شاء الله.